اي نعم اللهم نبي اجعل. نسمع من عندك. اقول يا خادم البيتين حنا بالوطن نرقى سنود، نرقى ولا نشكي من الدنيا ومنه طالها، انت الزعيم اللي رضى بين الذياب والاسود، جينا نهني يا ولطن بالخير واللي قالها، انت الزعيم اللي رضى بين الذياب والاسود، جينا نهني يا وطن بالخير واللي قالها، جملة حفظها شعبنا واحنا يا ابو متعب شهود، انتم بقلبي يا رجال المملكة وعيالها، واعطى بناته ما يبون وكل شيء بالحدود، حتى النساء قام بتواضع يستمع لأحوالها، واللي كبر في السن قدره عند ابو متعب يزود، زاد العمر بس المحبة يا بشر قدنا لها، حتى اليتيم اللي شكى، حتى اليتيم اللي شكى فقد الغوالي والجدود، ما ظن يشكي ما ظن يشكي يا مليك الخير وانت مالها، لو تنشد القمرة لو تنشد القمرة عن الطفل اليتيم وعن جدود، تلقاه ابو متعب غدا جندن تعول وعالها، حنا كتبنا في صدور العز لا نخشى حسود، حنا كتبنا في صدور العز لا نخشى حسود، نمشي ندك الفتنة اللي زايد النهبالها، واللي على يمناه ابو خالد كما طير شروق، حر تعلى في سما شعري ونال جزالها، يلا عسى ربي يبارك في يمينه والجهود، ندعيه في خمس الفروض يعين منه شالها وسلامته. ما شاء الله ما شاء الله صح لسانك، جازت لك ابو سعد. يا خادم البتين حنا بالوطن نرقى سنود، نرقى ولا نشكي من الدنيا ومنه طالها، انت الزعيم اللي ربى بين الذياب والسود، جينا نهني يا وطن بالخير واللي قالها، يا خادم البتين حنا بالوطن نرقى سنود، نرقى ولا نشكي من الدنيا ومنه طالها، انت الزعيم اللي رمى بين ذيابه والسود، جينا نهني يا وطن بالخير جملة حفظها شعبنا واحنا يا ابو متعب شهود، انتم بقلبي يا رجال المملكة وعيالها، واعطى بناته ما يبون وكل شيء بالحدود، حتى النساء قام بتواضع يستمع لحوالها، حتى النساء قام بتواضع يستمع لحوالها، البتين حنا بالوطن نرقى سنود، نرقى ولا نشكي من الدنيا ومنه قالها، انت الزعيم اللي ربى بين الذياب والاسود، جينا نهني يا وطن بالخير واللي قالها، واللي كبر في السن قدره عند ابو متعب يزود، زاد العمر بس المحبه يا بشر قدنا لها، حتى اليتيم اللي شكى فقد الغوالي والجدود، ما ظن يشكي يا مليك الخير وانت مالها، ما ظن يشكي يا مليك الخير وانت مالها، خادم البيتين حنا للوطن نرقى سنود، نرقى ولا نشكي من الدنيا ومنه طالها، انت الزعيم اللي ربى بين الغيابة والسود، جينا نهني يا وطن بالخير واللي قالها، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني حتى أداءكم ما شاء الله تبارك الله ما متناسقين ما شاء الله. وش رايك اخوي عبد الله؟ شاتي مجروحه في الشباب بالعكس ما اقدر اقول شيء، ما شاء الله وترتيب وكل شيء تركي لحضر ما بطل التيمم خلي الكلام التركي. الله يعطيك العافيه. كنا انا وابو ديما يمكن وجهين لعمله واحده يعني، وانا يمكن فقدته في الايام اللي راحت، كنا دائما اذا كان ما التقينا نلتقي في البرنامج، في البرنامج انت عارف يعني يومين في الاسبوع، ولكن يمكن قدر الله ما شاء فعل باذن الله ان شاء الله يوم الثلاثاء، طبعا اليوم السبت المفروض في حلقه، لكن اليوم الحلقه راح تكون في الاستراحه هنا، لكن ان شاء الله في حلقه الثلاثاء القادم ان شاء الله راح نكون متواجدين باذن الله. جميل. كم قدمت حلقه الى الان في سوالف؟ والله تقريبا 50 حلقه حاليا ما شاء الله. ايه
وأبشرك الحمد لله كل الحلقات ناجحة بشهادة الجميع. ممكن برضو يعني الزملاء اللي شاركونا يعني زميل محمد الوشع وزميل ياسين والزملاء اللي شاركونا كده نفتخر فيهم. ولكن اليوم معنا بعد يمكن واحد من أهم يعني نجاح برنامج سوالف في سوالف اللي هو الزميل حنيان بن مبارك موجود معنا اليوم ونرحب فيه ودنا نسمع منه. يعني هو من الإعلاميين اللي نفتخر فيهم أكيد. طيب أخوي حنيان، وعلى فكرة ما شاء الله حنيان دائما أشوف تعليقك بالفيسبوك على البرنامج سوالف يبدو دائما متابع. والله المتابعة يمكن أجبرنا على الزملاء اللي يقدموا البرنامج. نعم. بجمال يعني الطرح وجمال الأداء. نعم. بلا شك حنيان معها مجموعة مو أنا وحدي يعني. نعم. لكن الجمهور الكبير والكثيف اللي يتابع قناة الدانة هو صاحب الشهادة المميزة اللي تثبت نجاح برامج الدانة المطروحة. وفرصة يعني الليلة أني أقول أن هذه القناة قناة ولاء ووفاء. أكيد. ولاء لأنها تساير جميع الأحداث الوطنية والأفراح التي نعيشها في المملكة العربية السعودية تارة أخرى. والوفاء اللي هي الليلة يعني جزء من وفاء الدانة لطاقمها ولرجالها مذيعينها. فبحق انه حقيقه هذه القناه جهودها تذكر وتشكر، واذا رايت من يقف خلفها من الزملاء الموجودين الليله والزملاء الغايبين ايقنت ان القناه في المسار الصحيح وفي قمه التوهج والعطاء، ونتمنى لها الاستمرار في ذلك. نعم. نبي نسمع منك. والله انا ما عدت شيء، لكن انا اول شيء تشرفت بالدعوه من اخوي تركي، وفرصه سعيده التقي فيكم جميعا وتشرف اني اكون بينكم الليله. الله يخليك، شرف لنا طبعا. طبعا كانت لي مشاركه في برنامج قدمه الزميل محمد الوشع في ليله وصول ولي العهد. قبل وصول ولي العهد كان فيه خبر وذيع على قناه الدانه من سيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف، بشرى للشعب السعودي ان خادم ولي العهد في اتم الصحه والعافيه. أثر فيني هذا الخبر وتوافق مع مجيء ولي العهد، فكتبت بعض الأبيات. يعني أنا أقول بعض الأبيات كون وجود شعراء يعني مميزين موجودين هذه الليلة يعني فليعذروني في الطرح. طبعا أقول: يا دانة الخير المسمى والأفراح، يا دانة الخير المسمى والأفراح، يا نافذة للقول فيها أمانة، شلتي من صدور الشعب كل أتراح، وارتاح كل مواطن في متانه، واستر شعب المملكة والسعد لاح، من يوم نايف أعلن في بيانه، الشر من سلطان بإذن الله انزاح، موجز كلامه جعل يسلم لسانه، سلامتك يا سيدي تاج وشاح، تقلده شعب عشك بكيانه، شعب يحبك حب ما يوم بهباح، إلا بدمعات ذرفها بعيانه، من رحت يا سلطان والهم ما راح، متمكن بالجوف حزن وميانه، يلا عساك تعود للدار مرتاح، ويفرح بشوفك من تكدر زمانه. سلام. ما شاء الله صح لسانك. ما شاء الله تبارك الله. القصيدة هذه كتبتها قبل المناسبة بيوم أثناء إذاعة البيان الصادر من على لسان الأمير نايف. نعم. توافق مع البرنامج المقدم في قناة الدانة، فحركت بعض المشاعر في وجود هذه الأبيات. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. الله يعافيك أخوي ياسين، يلا تحيي هالوجه، شلونك؟ ياسين لك كان لك مشاركات مع الزملاء عبد الله وتركي في سوالف في البرنامج. اي والله تشرفت اول شيء اختبرونا على الهواء الحمد لله مشت، وقدمت انا مع تركي ومع عبد الله الحمد لله كانت الحلقات كلها ناجحه الحمد لله. بشهادتهم هم ك يعني نعم. أعضاء الأساسيين في البرنامج وبشهادة المتابعين برضو يعني الحمد لله. ما فكرت أنت تقدم برامج أخرى مثلا لك؟ والله لسه في حديث مع تركي ومع الإدارة، إن شاء الله فيه برامج جاية ونقول يا رب ربنا يوفقنا في برنامج حلو ويرضي الناس يعني ويقبلونا فيه وبيقبلونك إن شاء الله بإذن الله. طيب وبرضو بالمناسبة نقول لتركي الحمد لله على السلامة، أنا هذاك اليوم اتصل عليه جواله مقفل وكذا بس ما يشوف شر أبو سلطان يعني. الحين عاد هو موجود الحين ما لا جوال مقفل. إيه لا خلاص قلنا له وحلو بعد الحادث ما شاء الله. الحين كلهم يقول لك حلويت بعد الحادث. الكدمة هذه مطلعت لك كحل شوي. طيب أخوي عبد الله المعلومية شاعر. عبد الله السعدي ترى شاعر زين، لكن ما يبدو أنه ما براد نسمع منه. طيب عبد الله بصراحه يعني خلي منا بسامع منك، لكن
تشوف ان شيء هل في تعارض بين الاعلام والشعر كونك انت شاعر واعلامي؟ والله شوف صاحب شغلتين او بالين كذاب. الواحد يجد نفسه وين يبدع في المجال. يعني انا الحين مثلا اجد نفسي كمذيع فما ودك تكثر على الناس تطلع مذيع مره شاعر مره مدري رسام ومره لاعب كوره ما تنفع يعني. فخلك انت على شغله واحده وهذا اللي انا قاعد اسويه يعني من خلال البرامج اللي اقدمها. لانه الشعر اللي انا اكتبه شعر غنائي فما في بعض الناس ما يعجبهم الشعر يعني يمكن خاص لك. اي نعم. ولكن ما سبق اني طلعت مثلا في ديوان و... لا فيه مغنيين غنوا بعض الاشعار بس برضو نفس الشيء تحت اسم مستعار ولا احب اني اذكره يعني. والله هذا ابو سعد يقول سمعنا. لا انا والله اعتذر معليش. وبعدين اذا حضر الماء بطل التيمم. انا قلتها من البدايه ما شاء الله شاعر وشاعر واحنا ايام برضو يعني الشعر المغنى ما شاء الله. كنت مره في القريات حاضرا مناسبه هنا في ايام العيد وكان في رقصه الدحة. كان معنا مصور سوداني اول مره يجي من السودان للسعوديه. في الرقصه رقصه الدحة اللي يجيك طاير بالبشت. فالمصور قاعد واقف يصور زين وجاك طاير بالبشت حط الكاميرا وهج المصور. ودوره فين والله العظيم يا جماعه واتصل عليه ودوره قلت وينك فيه؟ قال الرجال بيلحقني. قلت يا ابن الناس مو بيلحق هذه رقصه ذي. وفعلا خلى الكاميرا وهج. فهم يعني اول مره يقول انا اول مره اشوف ذي الرقصه يعني فعلا. وفعلا لو حط انه يعني ملفت شوي يجيك يحط بشت مقلع طاير. الشعر المغنى اخذ المايك اسلم. عندك الجزيره العربيه غنيه بالموروث. نعم. يعني كل منطقه تلقى فيها موروث شعبي يختلف عن الموروث الاخر. طبعا لما عندما تبحث عن الموروث هذا او العرضه هذه او الاشياء اللي موجوده عندهم تلقاها من اساس يعني اما من فروسيه او عن الاباء او عن يعني لها بعض الناس ما يستوعبها. نعم. يستوعب يعني. اللي حوله يعني في منطقته او كذا هذا موروث يعني من الصعب ان الواحد يهمشه او انه يتعيبه او انه يدخل عليه اشياء على حسب مزاجه. هذا غلط. ويمكن سهل. اللي حافظ على موروثنا يعني موروث الاباء والاجداد اللي بنشوفه في الجنادريه. يعني الجنادريه تجد كل الموروث فيها. نعم خير شاهد. اي نعم من جميع مناطق المملكه سواء من العرضات او من اشياء الحرف كلها موجوده تكون مثلا في الجنادريه. طيب ابو متعب نبيك تسمعنا. طيب ابشر. سمعنا شيء من الموروث عندك؟ عندي من الموروث. طيب. لكن فيه شيء بغيت اقدمه لكن ما هي مشكله. الموروث فيه ما دام انه عند الموروث فيه يعني شغله بعض الناس يتعيبها. يعني انا كنا في مجلس كنت اتكلم اقول على ايام الجنادريه. نعم. قلت باخذ اشياء من التراث بشريها وبحطها عندي علشان ابناء انا وجميع اللي يزورونا يتعرفون على الاشياء القديمه اللي بعضنا ما نعرفها. انا في اشياء ما اعرفها صراحه وغيري. نعم. فكان فيه ما أخذ من بعض الشباب أو بعض الناس جزئية بسيطة ما هي محسوبة قالوا أنت ترجع للوراء